السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من مباحث النسخ، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المصنف رحمه الله: الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم حجة، في صفحة 178 من المجلد الأول. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم حجة، لدلالة المعجز على صدقه وأمره، لدلالة المعجز على صدقه وأمر الله تعالى بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وهو دليل قاطع على من سمعه منهم شفاها، وهو في حق غيره قسمان: تواتر وآحاد. أحسنت. قال رحمه الله: الأصل الثاني، الأصل من الأصول الكلية، الأدلة الإجمالية الكلية المتفق عليها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديثه، سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم حجة، حجة قاطعة، حجة قطعية. ثم ذكر ثلاثة أدلة على هذا، فقال: لدلالة المعجز على صدقه. المعجز هو الشيء الباهر، والمقصود هنا معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة، وفيما يخبر به الناس عن ربه تعالى. ومن المعجزات، بل هي أعظمها، القرآن العظيم. قال: وأمر الله تعالى بطاعته، هذا دليل ثان على حجية السنة، وهو أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، في نحو قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال: وتحذيره من مخالفة أمره، هذا الدليل الثالث. والضمير في أمره يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والضمير في قوله عن أمره يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه سياق الآيات. ثم قال: وهو دليل قاطع. وهو، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على من سمعه منه شفاها. الحديث في حق من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، يعني بلا واسطة، الحديث في حقه قطعي،
لعدم وجود الواسطة التي يتوقع منها الخطأ أو النسيان، فيصير في حقه قطعياً. وحينئذ لا يتصور في مثل هذا الحديث الذي يسمعه الصحابي مباشرة إلى هذا الحد، لا يتصور فيه أن يقال آحاد أو متواتر، ولا يوجد احتمال للظنية، فهو قطعي في حقه، ولا يوصف بآحادي ولا بمتواتر لعدم وجود سند، لعدم وجود سلسلة سند. ثم قال: وهو في حق غيره قسمان، يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يسمعه كما هو الحال في حق التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم قسمان: تواتر وآحاد. وسبب القسمة هي وجود الأسانيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الذي صنف في الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم رحمهم الله. فالمتواتر هو ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه وأسندوه إلى شيء محسوس. إذن المتواتر خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه وأسندوه إلى شيء محسوس، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وأما الآحاد فهو ما عدا المتواتر، فمثال المتواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد رواه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم يجاوز 60، ثم رواه عنهم خلق كثير وهكذا من بعدهم، فصار متواترا. وأما الآحاد فهو أكثر السنة، لأن الآحاد كما عرفنا هو ما عدا المتواتر، كان يرويه راو أو راوي أو راويان ولو في بعض طبقات السند، يعني ليس لزاما في الآحادي أن يكون هكذا يرويه راو أو راويان في كل طبقات السند، بل يكفي ولو في بعض طبقات السند، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وألفاظ الرواة في نقل الأخبار 5: أقواها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو شافهني، فلا يتطرق إليه الاحتمال. الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهره النقل وليس نصا صريحا لاحتمال سماعه من غيره، فحكمه حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه، بخلاف غير الصحابي، ولو قدر مرسلا فمرسل الصحابي حجة. الثالث: قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، فيتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه، والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر، وليس الاختلاف في الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة فيه، إذ لو كان لنقل، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على اختلافهم كما اختلفوا في الوصول وكثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. أحسنت. نعم أحسنت.
قوله وألفاظ الرواة إلى آخره شروع في بيان الصيغ التي يستعملها الرواة من الصحابة في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وألفاظ الرواة في نقل الأخبار خمسة. الرواة هنا وإن كان ظاهره الجمع الشمول كان ظاهره الشمول، إلا أن المقصود خصوص الرواة من الصحابة رضي الله عنهم وليس الرواة من غيرهم من التابعين فمن بعدهم، بدلالة سياق كلامه في هذه الألفاظ الخمس وبدلالة ما سيذكره فيما بعد عند قوله ألفاظ الرواة من غير الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. فدل على أن المقصود هنا ألفاظ الرواية التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم فقط. فقال أقواها ولم يقل أولها، وفي هذا إشعار بأنه يرتب الصيغ من الأقوى إلى الأضعف. قال أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول أي الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني أو حدثني أو شافهني. لكن هنا في النسخ المطبوعة بعد قوله حدثني وسمعت، والذي يظهر لي أنه خطأ من الناسخ، لأنه ذكر سمعت في أول الأمثلة فلا معنى لأن يذكره مرتين. إذن أعلى الصيغ أن يقول الراوي الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، مثل قول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخبرني أيضا في معنى سمعت، كقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، أخرجه مسلم أو كما ورد. وكذلك مثله حدثني كأخبرني وكسمعت أيضا. ومنه قول عمر رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت في هذا الوادي المبارك أن صلي في هذا أتاني آت الليلة من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والمقصود وادي العقيق. أتاني الليلة آت من ربي بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أحد أودية المدينة جنوب المدينة. قال أو شافهني، وما أظن أن له مثالا كلمة شافهني، لكن من حيث المعنى صحيح، لو وجد مثال له شافهني كحدثني وكأخبرني وكسمعت. قال المؤلف رحمه الله فلا يتطرق إليه الاحتمال، يعني هذا اللفظ الأول لا يتطرق إليه احتمال بأن الصحابي يروي بواسطة راو آخر، ذلك الراوي هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الناقل قد قال أخبرني وليس المخبر له هو النبي صلى الله عليه وسلم بل صحابي آخر. قال لا يمكن هذا لا يتطرق إلى هذه الصيغة، ما دام قال سمعت وأخبرني وحدثني فلا بد أن الذي أسمعه وأخبره وحدثه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يتطرق إذن إليه احتمال قطعاً قطعاً وليس ظناً، يعني لا يتطرق إليه الاحتمال قطعاً. قال الثاني أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة الثانية من صيغ الرواية عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن يقول أي الصحابي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل قول تميم الداري رضي الله عنه، مثل قول تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، أو كما ورد. قال المؤلف فظاهره النقل، فظاهره عبر هنا بالظهور، فظاهره النقل أي النقل بلا واسطة، يعني فظاهره أن هذا المنقول سمعه الراوي الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة راو آخر. قال وليس نصا صريحا، ليس نصا صريحا في السماع مباشرة، إنما هو لفظ دال على السماع بطريق الظهور أي الظن الغالب. لما لم يكن نصا كالذي قبله كالمرتبة الأولى؟ قال لاحتمال سماعه من غيره، يعني الاحتمال قائم أن يقول الراوي الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم غيره ثم نقله له، فحذف الواسطة ورواه مباشرة بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاحتمال قائم بل واقع أحيانا، يقع أحيانا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، سأله بعض الناس أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل حدثني الفضل بن عباس، حدثني الفضل بن عباس، فهو لم يذكر الفضل أولا، ما ذكره أولا، إنما ذكره لما استكشف، يعني لما سأل الناس عن حقيقة الحال، أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم بواسطة راو آخر؟ وكذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، فلما سئل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته من أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لكن هذا قليل، بل قليل جدا، ولأجل أنه قليل صار الغالب، الظن الغالب بأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه منه مباشرة. على أنه إذا حذف الصحابي الراوي الذي أسمعه من الصحابة لا يضر، لا يضر ذلك، لا يضر الحديث في شيء. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات، فلا يضر الجهل بهم ولا يضر حذفهم من الإسناد. ولهذا إذا قال التابعي الثقة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، يعني بأن كان هذا الراوي الصحابي مجهولا، فإنه لا يضر، يصير الحديث يكون صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم.
قال: فحكمه حكم القسم الذي قبله. فحكمه حكم هذا اللفظ الثاني، وهو قال حكم اللفظ السابق الأول وهو سمعت، لكن حكمه في ماذا؟ في الاتصال، أي في سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس حكمه في القطعية والظنية، لأن عندنا شيئين: الاتصال والقطعية ثابتة في المرتبة الأولى، وأما في الثانية فالاتصال ثابت، وأما القطعية فلا، وإنما يحمل على الظن الغالب، والظن الغالب في مثل ذلك يكفي حجة. قال: لأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه، بخلاف غير الصحابي. يقول: لأن الظاهر، يعني الآن يستدل على ماذا؟ على أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه الاتصال والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. فقال في الدليل: الظاهر أنه، أي الصحابي، أنه أي الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه، أي الحديث منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على قبول الأحاديث، مع أن غالبها مروية بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بخلاف غير الصحابي، فإن التابعي لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، كيف ذلك وهو تابعي وليس صحابيا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بأنه مرسل، يقال حديث مرسل، فلا يدل على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. ثم قال: ولو قدر مرسلا، يعني ولو قدر أن الحديث الذي يرويه الصحابي بصيغة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قدرنا أنه مرسل، قال: فمرسل الصحابي حجة. يعني حتى لو قدرنا أن هذا الصحابي حين روى هذا الحديث بصيغة قال وما كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل سمعه بواسطة صحابي آخر، فإنه حينئذ يكون مرسل صحابي. والعلماء إنما يختلفون في حجية المرسل الذي يرسله التابعي فمن بعده، التابعي أو تابع التابعي فمن بعده. فأما مرسل الصحابي فهو حجة بالاتفاق، حينئذ لا يضر حذف الراوي. قال: الثالث، اللفظ الثالث، الصيغة الثالثة من صيغ الرواية المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم. قال: الثالث قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. إذن هذا هو اللفظ الثالث من ألفاظ الرواية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مثل قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، فهو يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل الأمر النهي، لو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع
أن يحلق الرجل بعض رأسه ويترك بعضاً. ومثل هذه الصيغة الثالثة مثلها كذلك أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاني ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في معنى هذا اللفظ الثالث، كقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال المؤلف رحمه الله: فيتطرق إليه احتمالان، أحدهما في سماعه والثاني في الأمر. الآن هو يعلل لكون هذه الرتبة دون الرتبة السابقة، حتى لا يقال لما جعلت هذا اللفظ رتبة مستقلة وجعلتها دون التي قبلها، لما لا يكون أمر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تجعلهما مرتبتين وتجعل هذه دون التي قبلها؟ فذهب يستدل على هذا فقال: فيتطرق إليه احتمالان، أحدهما في سماعه، يعني الاحتمال الأول أن يكون ما سمع هذا الأمر والنهي ما سمعه الراوي الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعه بواسطة صحابي آخر ثم حذفه، وهذا الأول موجود في الرتبة التي قبلها، هذا الاحتمال، لكنه احتمال مرجوح كما قلنا في التي قبلها، لأن الظاهر أن الصحابي ما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا إلا وقد سمعه منه مباشرة، هذا الظاهر الغالب. قال: والثاني في الأمر، يعني وفي النهي، في الأمر يعني وفي النهي، لأنه ذكر الأمر والنهي في هذه الصيغة. قال: والثاني في الأمر، إذ قد يرى، يعني الصحابي، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا، لاختلاف الناس فيه. إذن الاحتمال الثاني الذي يتطرق إلى هذه الصيغة هو في نفس كلمة أمر ونهى، فإن الصحابي وإن كان أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أنه فهم شيئاً أمراً وهو ليس بأمر، ويدل على ذلك اختلاف الناس، فإن الناس يختلفون في اللفظ هل يدل على الأمر أو لا، هذا اللفظ هل يدل على الأمر أو لا، كأن يكون بصيغة الخبر مثلاً فيختلفون هل هو إخبار محض أو تكليف وأمر، أو يفهم من الأمر الوجوب مثلاً ويكون الأمر ليس للوجوب بأن يكون للإباحة أو الإرشاد ونحو ذلك، فالاحتمال قائم إلا إنه احتمال مرجوح. ولهذا قال بعده المصنف رحمه الله: والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. إنما عبر المؤلف رحمه الله بقوله والصحيح لوجود خلاف في المسألة طوى ذكره، وذلك أن بعض الظاهرية وبعض المتكلمين ذهبوا إلى أن هذه الصيغة، أعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، إلى أنها ليست بحجة ما لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف من اللفظ أنه أمر أو نهى. لكن هذا المذهب الذي ذكرناه الآن مذهب ضعيف،
ذهب إليه قلة قليلة، والأكثرون وهو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله والصحيح على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. لماذا لا يظن بالصحابة ذلك؟ فنقول لأن الصحابة رضي الله عنهم ثقات مأمونون على الشريعة، ولأنهم أيضا بعد هذا كله أنهم أصحاب لسان عربي مبين، فيعرفون ما هو أمر وما ليس بأمر، ويعرفون ما هو نهي وما هو ليس بنهي. قال وليس الاختلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة، إذ لو كان لنقل، يعني هذا رد على الاحتمال الذي ذكره بقوله لاختلاف الناس فيه، فقال ليس الاختلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة، يعني وليس اختلافنا نحن المتأخرين في مدلول الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه. يعني كأنه يقول نسلم لكم ما ذكرتموه بقولكم لاختلاف الناس فيه، لو كان خلاف الأصوليين المتأخر مبنيا على اختلاف الصحابة المتقدم رضي الله عنهم، لكنه غير مسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم اختلاف فيه أصلا، ما نقل عنهم اختلاف، فكيف تبنون عليه؟ كيف تبنون خلافكم أيها المتأخرون على خلاف الصحابة رضي الله عنهم؟ خلاف موهوم غير موجود أصلا. قال إذ لو كان لنقل، يعني إذ لو اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الأمر ومقتضاه لنقل إلينا. قال وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافه، وهذه قاعدة عامة أعم من هذه المسألة، يعني ليس من الضرورة أن اختلافنا نحن المتأخرين يكون مبنيا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، لأن الاختلاف في مسائل أصول الفقه وغيره له أسباب عدة، فلا يلزم من كل اختلاف وقع عند المتأخرين أن يكون مبنيا على اختلاف المتقدمين ومنهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال كما اختلفوا، أي أهل زماننا، كما اختلفوا في الأصول، أي أصول الدين وأصول الفقه، وكثير من الفروع، يعني مسائل الفقه، كثير من مسائل الفقه، مع عدم اختلاف الصحابة فيه رضي الله عنهم، وهذا صحيح، فإن كثيرا من مسائل الخلاف في الأصلين وفي الفقه وفي غيرهما من العلوم كالخلاف في التفسير وشرح الحديث وغير ذلك ليس مبنيا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، بل قد لا يكون لهم خلاف في بعض تلك المسائل أو في كثير من تلك المسائل، فقد المسألة الخلافية التي اختلف فيها الصحابة واختلف فيها المتأخرون قد لا يكون اختلاف المتأخرين مبنيا على اختلاف الصحابة، بل قد يكون له أسباب أخرى، أو قد يختلف المتأخرون في مسألة أو مسائل ولا يكون الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها، لم ينقل عنهم خلاف فيها، فدل على عدم التلازم بين
الأمرين. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا، فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، واحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الطائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. وفي معناه قوله من السنة كذا أو السنة جارية بكذا، لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين قوله ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، ولا فرق بين الصحابي والتابعي، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. الخامس أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فمتى أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا، كقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر 40 سنة، وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. أحسنت. قال الرابع أي اللفظ الرابع من ألفاظ الرواية عند الصحابة للحديث رضي الله عنهم أن يقول أي الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين، أو كما ورد يعني أمرنا أن ننظر في العينين والأذنين بالنسبة إلى الأضحية لئلا تكون معيبة. قال أو نهينا كقول أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد، ومثل ذلك مثل هذا هذه الألفاظ أمر الناس فإنه في معنى هذا اللفظ أيضا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أو كما قال رضي الله عنه. فإذا الصيغة الرابعة أن يقول للراوي الصحابي أمرنا بكذا أو يقول نهينا عن كذا، ولا يضيف الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، يعني لا يضيف الأمر والنهي لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من الخلفاء والأمراء والعلماء. هذا معنى هذه الصيغة الرابعة. قال فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، ثم قال واحتمال أي واحتمال ثالث، يعني معنى الكلام فيتطرق إليه 3 احتمالات. عبر عن الأولين بقوله ما مضى، والذي مضى شيئان، هو الأول الاحتمال في السماع، هل سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه بواسطة رجل آخر وحذفه من الإسناد، والاحتمال الثاني أن يكون فهم ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهيا. قال واحتمال أي ويضاف إلى هذين الاحتمالين احتمال ثالث، فصارت الاحتمالات 3، فصارت هذه الرتبة دون الرتبة التي قبلها، لأن التي قبلها احتمالات وهذه 3، وكلما تعددت الاحتمالات كلما نزلت المرتبة قليلا. طيب ما هو الاحتمال الثالث؟ قال واحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أتى بالفعل بالبناء للمفعول، قال أمرنا نهينا،
فلم يذكر الفاعل الذي هو الآمر والناهي، فيحتمل أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء أو الأمراء أو العلماء، إلا أن هذا الاحتمال كالذي قبله، الاحتمالات الثلاثة كلها احتمالات مرجوحة ضعيفة وإن كانت قائمة محتملة. قال: وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، يعني يفهم من ذكره هذا المذهب أن هناك مذهباً قبله وهو الذي اختاره هنا رحمه الله، وذلك أن الأكثرين على أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أنه حجة، في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول الأكثرين. وأما المذهب الثاني فهو ما عبر عنه بقوله وذهبت طائفة، وهذه الطائفة هي بعض الحنفية وبعض الشافعية، وروي روى بعضهم رواه عن الشافعي، بل قيل إنه مذهبه الجديد، ونسب أيضا إلى أكثر مالكية بغداد، لكن الصحيح عن الشافعي موافقة الجمهور، الصحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله موافقة الجمهور، ولهذا قال الزركشي رحمه الله: الذي عليه الشافعي وأكثر الأئمة أنه حجة، فقد صرح بأنه الذي عليه الشافعي، مع أنه هو بنفسه نقل عن غيره أن هذا المذهب الثاني مروي عن الشافعي في الجديد لا في القديم. قال: وذهب الطائفة إلى أنه لا يحتج به، هذا المذهب الثاني ما دليلهم؟ قال: لهذا الاحتمال. لهذا الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الاحتمال الثالث الأخير الذي ذكره، وهو أن يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قوله ليس بحجة كالخلفاء والأمراء والعلماء. نعم، صرح بعد ذلك قال: وذهب الأكثرون، نعم ذكر بعد هذا مذهب الأكثرين، فقال: وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب الأكثرين هو مذهب هو قول المذاهب الأربعة، أكثر علماء المذاهب الأربعة إلى أن قول الصحابي أمرنا ونهينا يحمل على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه شروع في الاستدلال مذهب الأكثرين، لأنه أي الصحابي يريد به، أي بهذا المنقول بهذا الحديث وهو قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، يعني هو حين نقله الصحابي أراد به إثبات شرع، يعني إثبات حكم شرعي وإقامة حجة على الناس بتبليغهم هذا الحكم وبيانه لهم، فيريد به إقامة الحجة، يحتج به لنفسه إذا فعل فعلا، ويحتج به على الناس ليبلغهم دين الله. فمع هذا، مع هذا القصد، قرينة الحال هذه المذكورة، قال: فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. يعني وإذا كان الحال كذلك أنه حين رواه إنما أراد إثبات شيء من دين الله وإقامة الحجة على الخلق بتبليغهم هذا الحديث، فإنه حينئذ لا يصح أن يحمل على قول من لا يحتج بقوله، بأن يقال الآمر هو الأمير مثلا أو الخليفة أو العالم الفلاني والناهي كذلك، لا يمكن مع هذا.
قال: وفي معناه، أي وفي معنى اللفظ الرابع هذا لفظ آخر أو ألفاظ أخرى تأخذ نفس الحكم فتكون في نفس المرتبة، وهي قول الراوي الصحابي: من السنة كذا، أو السنة جارية بكذا، كقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وكذلك قول الراوي: السنة جارية بكذا، أو السنة ماضية بكذا، أو جرت السنة أو مضت السنة، كلها في هذا المعنى، يعني من غير أن يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ما تكون من هذه المرتبة، كقول أنس رضي الله عنه لما أطال الجلوس بين السجدتين وهم الناس أن ينبهوه بأن يقول سبحان الله، فلما انصرف من الصلاة وعرف استغرابهم قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل وهو الإطالة الجلوس بين السجدتين هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حين يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام هنا في المرتبة الرابعة حين يقول الصحابي: من السنة كذا، أو جرت السنة بكذا، أو مضت السنة بكذا، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. فحينئذ هل يكون هذا اللفظ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة غيره من الأمراء والخلفاء؟ فالظاهر بناء على كلام المصنف رحمه الله أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنة غيره، إذ لو كان المقصود سنة غيره لبينه الراوي، فلما سكت عن ذلك وأبهمه دل على أن المراد سنة من يحتج بسنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الظاهر، الآن يستدل على أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن الظاهر أنه، أي الصحابي الراوي، لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان هو الظاهر؟ لما كان هذا هو الظاهر؟ فنقول نفس التعليل في هذه المرتبة التي ذكرناها آنفا، وهو أن الصحابي حين قال: من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، هو يذكره في مقام الاحتجاج به على شيء فعله، وأيضا من باب بيان شيء من دين الله للناس ونقل هذا الخبر لهم لإقامة الحجة عليهم وتبليغهم شرع الله. فقرينة الحال هذه تقتضي أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحتج بسنته. قال: ولا فرق بين قوله ذلك، يعني المراد بقوله ذلك يعني أمرنا ونهينا ومن السنة، يعني كل ما ذكر في هذه الصيغة الرابعة. قال: ولا فرق بين قوله، أي الراوي الصحابي، أمرنا ونهينا ومن السنة، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته. لا فرق، لأنه نقله على سبيل التشريع والحجية وتبليغ دين الله
وإذا كان كذلك فتستوي فيه الأزمان، فلا ينظر إلى كونه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، لا يضر ذلك. قال: ولا فرق بين الصحابي والتابعي، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر، يعني أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا، لا فرق فيها بين أن يكون هذا الناقل لهذه اللفظة هو الصحابي أو التابعي، لا فرق يعني من حيث الحجية والاعتبار، بأن الآمر والناهي وأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر، يعني أقوى، يعني هذا الظن الذي ذكرناه بأن يكون هذا الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حق الصحابي الراوي أقوى منه في حق التابعي. لما كان كذلك؟ لما كان في حق الصحابي أقوى ظنا، أي أظهر وأوضح؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وسمعوا منه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم وأوثق من التابعين، وعدالتهم ثبتت بالنص، وعدالة غيرهم ثبتت بالاختبار والنقل والاستقراء، فكل هذه الأمور قرائن تجعل الظهور في جانب الراوي الصحابي حين يقول أمرنا ونهينا أقوى من الظهور في حق التابعي الراوي. قال الخامس، هذا الصيغة الخامسة الأخيرة من صيغ الرواية في حق الصحابة رضي الله عنهم، قال: الخامس أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون. وسوف يمثل المصنف رحمه الله لهذا القسم الأخير، لهذين اللفظين. قال: فمتى أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، يعني إذا قال الراوي الصحابي كنا نفعل كذا أو كان الناس يفعلون كذا، إذا أضافه إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإن هذا حينئذ يدل على جوازه، أي على جواز ذلك الفعل إذا كان مثبتاً لا منفياً. ولو أن المؤلف رحمه الله قال دليل على جوازه أو مشروعيته لكان أحسن، لأن بعض ما ينقل لا يدل فقط على الجواز بل يدل على ما هو أعلى منه من الأحكام كالندب أو الوجوب. وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه إذا قال كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يدل على جواز هذا الفعل؟ قال: لأن ذكره أي الصحابي ذلك، أي ذلك المنقول وهو ذلك الفعل، في معرض الحجة، يعني يحتج به على فعل يفعله، ويحتج به على الناس أن يبلغهم دين الله لتقوم عليهم الحجة بمعرفة حكم الله، يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا. يعني ما دام أنه نقله في معرض تبليغ الدين فيدل على الاحتجاج، والذي يحتج به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وبما أن هذا ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلا فإنه يكون
تقريراً لأنه أسند الفعل إلى الناس ثم أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك الفعل وأقر الصحابة عليه، إذ لو لم يكن ذلك فما الحكمة أن يقول كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد لهذا اللفظ أن يكون له فائدة، وفائدته هي هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وسكت عليه فأقر الناس عليه ولو لم يذكر في الرواية، لأن هذا هو ظاهر الحال. قال كقول الآن شرع في أمثلة هذا القسم الخامس، الرتبة الخامسة من مراتب الرواية، ألفاظ الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم. قال كقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر 40 سنة، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم كنا نخابر 40 سنة حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فانتهينا، أو كما قال رضي الله عنه. لكن هذا المثال غير مطابق لصورة المسألة لشيئين: أولاً أنه ما أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال كنا نخابر، استعمل المخابرة في الأرض الزراعية، ولم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. والشيء الثاني أنه ذكر ما يبطل ذلك، لأنه قال حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا. فالأحسن من هذا أن يمثل بقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكنا، متفق عليه، نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكنا، فلم تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، لكن يلزم مما قلناه من قبل أنه أقره، وإلا فما فائدة أن تقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما أو كما ورد، فهذه والله أعلم أمثلة صحيحة لهذه الصورة الرابعة. قال وكقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وحذف الشاهد منه لأنها تقول رضي الله عنها كانوا لا يقطعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه أو كما ورد، فالشاهد هو كلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظاهر هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، وهو عدم قطع يد السارق إذا سرق شيئا لا قيمة له كبيرة عند الناس، كأن يسرق بيضة مثلا أو عودا صغيرا أو مسواكا ونحو ذلك. نعم، تفضل يا شيخ. قال فإن قال كانوا يفعلون، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناوله له، وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى لا يدل على فعل الجميع ما لم ينقله عن أهل الإجماع. وقال أبو الخطاب إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ
وجب قبول قوله، وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. هذه ثلاث مسائل ذكرها بعد صيغ الرواية. أولها لها علاقة بالصيغة الأخيرة، وإن كانت مسألة برأسها منفصلة، وهي ما إذا قال الراوي الصحابي كانوا يفعلون كذا ومثلها كذلك، مثل هذا اللفظ كنا نفعل، يعني لو قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل هما في الحكم سواء في هذه المسألة التي معنا الآن، لوجود ضمير الجمع في كل منهما نائل فاعلين وكذلك الواو الجماعة. فهل هو نقل للإجماع؟ فعرف بهذه الصيغة أو بهذه العبارة أن هذه المسألة لها علاقة بماذا؟ بالإجماع، بمسائل الإجماع. فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، هذا المذهب الأول، يكون نقلا للإجماع، يعني بشرط ألا يوجد مخالف من الصحابة. يعني رأينا الراوي الصحابي يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا، ثم فتشنا فما وجدنا ما يخالفه، ما يخالف الصحابي، ما يخالف من الصحابة رضي الله عنهم الحكم الوارد في هذا النص المنقول. فأبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله ومعه جماعة من الحنابلة ومن الحنفية رحمهم الله جميعا يقول هناك قدر زائد على الحجية، يعني على كونه سنة مرفوعة، سنة تقريرية، هناك قدر زائد وهو أنه يحكي الإجماع. فالشق الأول عرفناه حين قرأنا الصيغة الخامسة أن قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون هو سنة تقريرية فهو حجة. لكن الكلام هنا هل هو نقل للإجماع، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال أبو الخطاب ومن معه نعم هو نقل للإجماع. ما الدليل؟ دليل هذا المذهب قال لتناول اللفظ له. لتناول اللفظ يقصد به ضمير الجمع وهو ناء الفاعلين وواو الجماعة، له في الضمير في كلمة له يرجع للإجماع، لأن المعنى هو الشمول، هذا مقتضى ضمير الجمع أنه يعم جماعة من يحكي فعلهم، يعني كلهم جميعا كانوا يفعلون، فهذا هو ظاهر اللفظ، لم يقل كان أكثرهم يفعل كذا أو كان بعضهم يفعل كذا، بل قال كانوا يفعلون، فالظاهر أنه يريد جميعهم فيكون نقلا للإجماع. هذا المذهب الأول. ثم قال وقال بعض أصحاب الشافعي، هذا المذهب الثاني، قال لا يدل على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. إذن المذهب الثاني أن هذه اللفظة كانوا يفعلون وكنا نفعل كذا لا يدل على نقل الإجماع، ماذا إلا يعني إذا الصحابي نقله عن أهل الإجماع بعبارة صحيحة صريحة بأن يقول اتفقوا على كذا، أجمعوا على كذا، أو كنا نفعل ولم يخالف أحد فيه، ونحو ذلك من العبارات، لفظ يدل على الإجماع. أما مجرد كانوا يفعلون وكنا نفعل ليس نقلا للإجماع. والحقيقة أنه يرد على المذهب الأول، يرد على المذهب الأول أن الإجماع إنما يكون حجة على المشهور، القول المشهور إنما يكون حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حياته، إلا إذا كان يريد هذا القائل إذا قال كانوا يفعلون ولم يضفوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرد على المذهب الثاني، إذن يرد على المذهب الأول أن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الراوي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون إجماعا؟ ويرد على المذهب الثاني أن ضمير الجمع يفيد العموم، ولهذا لعل الأحسن أن يقال إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إجماعا، وإن لم يضفه كان نقلا للإجماع، والله أعلم، لأنه إذا لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون، فلا يمكن أن يقال فيه ما قيل في الصيغ الأولى أن الظاهر أن المراد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال ذلك. فحينئذ لعل الصواب ما ذكرناه من هذا التفصيل، والله أعلم، لا سيما أننا فرضنا المسألة عند عدم وجود من يخالف في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم. انتهت المسألة، والآن شروع في مسألة ثانية. فقال: وقال أبو الخطاب إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله. إذن هذه مسألة، وهي ما إذا صرح الصحابي بأن هذا الحديث منسوخ، هذا الخبر أي هذا الحديث منسوخ، فإنه يقبل قوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا العلم والورع، فكلهم ثقات مأمونون على دين الله، وفوق هذا هم أئمة العلم وأحسن الناس فهما للدين. فلن يقول الصحابي هذا الحديث منسوخ من عند نفسه، فيجب قبول قوله حينئذ. مثال ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث يدل على أن الحديث الذي في نقض الوضوء بأكل طعام مسته النار أنه منسوخ، ظاهر كلامه أنه منسوخ، لأنه يقول هذا آخر الأمرين عدم الوضوء، إذن الأول منسوخ. ومثل الحديث الآية، يعني تجري المسألة في الخبر كما قال المصنفون رحمه الله، يعني الحديث، وتجري أيضا في الآية. فلو قال الصحابي إن الآية الفلانية منسوخة وجب قبول قوله، لأن الدليل هو نفس الدليل، وحينئذ فلا فرق بين آية وحديث. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أو كما قالت رضي الله عنها. انتهت المسألة، والآن المسألة الثالثة. فقال: وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. فسره أي الخبر، فسره أي ذلك الخبر أي الحديث، والذي يفسر من هو؟ الصحابي. إذن الكلام الآن في تفسير الصحابي للحديث، هل يعمل بتفسيره إذا ذكر معنى للحديث أو تأويلا للحديث؟ فهل يعمل بتفسيره وتأويله؟ الجواب نعم، يجب الرجوع إلى تفسيره، بل هو أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يرجع إلى قولهم في تفسير الأخبار وكذلك الآيات. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
فإن كلمة يتفرق تحتمل التفرق بالأقوال وتحتمل التفرق بالأبدان، وفسره ابن عمر رضي الله عنهما بالتفرق بالأبدان، ويدل على هذا فعله عليه الصلاة رضي الله عنه، فإنه كان إذا اشترى شيئاً أعجبه فارق صاحبه، يعني حتى يلزم البيع. لكن شرط قبول قول الصحابي رضي الله عنه في تفسير الحديث أو الآية كذلك، وكذلك المسألة التي قبلها في قوله إن الخبر منسوخ أو الآية منسوخة، شرطه ألا يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه فلا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فإن كلمة الميت تحتمل العموم وتحتمل الخصوص، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الميت الكافر يزاد في عذابه ببكاء أهله عليه. لكن خالفها في هذا التفسير غيرها من الصحابة، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن فكانت ابنته حفصة رضي الله عنها تبكي، فقال: لا يا بني لا تبكي علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ففهم من كلمة الميت التعميم، يعني المسلم والكافر، وحينئذ يحتاج المجتهد إلى الاجتهاد لما تعارضت أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يحتاج إلى أن ينظر في باقي الأدلة وأن يسلك من المسالك المعروفة في التعارض والترجيح. والله أعلم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.